أصبح النبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد أن يخبر الناس بما وقع، بما رأى، أمر عجيب حتى بالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فصار يحدث الناس، حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. معقول؟ يحدث من يراه. فجاءه أبو جهل عليه لعنة الله، فقال له: يا محمد، ماذا يقول الناس؟ يقول إنك سافرت البارحة إلى بيت المقدس. قال: نعم. لم يذكر لهم الجنة ولم يذكر لهم المعراج، وإنما ذكرهم الإسراء فقط. فقال: نعم. قال: ورجعت من ليلتك وأصبحت في ظهرانينا؟ قال: نعم. قال: أجمعوا لك الناس فتحدثهم بهذا؟ وهو يريد أن يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أجمعوا لك الناس فتحدثهم بهذا؟ قال: نعم. فصاح أبو جهل بالناس: يا بني كعب بن لؤي، اجتمعوا، تعالوا واستمعوا ماذا يقول محمد. وهم يريدون أن يصدوا الناس عن الدين بهذا الذي يقوله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أمر فوق مستوى العقل. ولكنها النبوة. نعم، إنها النبوة. فاجتمع أهل مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جهل: حدثهم بما رأيت وما وقع لك. فحدثه أنه خرج من مكة إلى بيت المقدس ورجع في الليلة ذاتها، فبعضهم صار يصفق بيده هكذا، وبعضهم يضع يده على خده: ما هذا الذي تقول في ليلة؟ قال: في ليلة. قال: وأصبحت في ظهر بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قالوا: طيب، صف لنا بيت المقدس. لأنهم يعلمون أن النبي لم يسافر صلى الله عليه وسلم من مكة، يعرفونه حق المعرفة، وهم قد سافروا وتاجروا في الشام. فقالوا: صف لنا بيت المقدس. قال: نعم. وبدأ يصف لهم بيت المقدس، وهم يتعجبون كيف يستطيع ذلك، وهو يصف ويصف ويصف ويصف. وصاروا يسألونه عن أمور دقيقة في بيت المقدس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم أثبتها. ولكن هو التنطع الآن يقول: لم أثبتها. فكربت، يعني أصابه هم وكرب، وسألت الله أن يفرج عني. فجعل الله صورة بيت المقدس عند دار عقيل، أنظر إليه ولا يرونه، يراه النبي وحده صلى الله عليه وسلم عند دار عقيل. فصرت أنظر إلى البيت وهم يسألون وأنظر وأجيب، يسألون وأجيب، حتى تعجبوا وانتهت وانقطعت أسئلتهم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: وأزيدكم، أني في طريق عودتي مررت بعير لكم فيها فلان وفلان في مكان كذا وكذا، وسيصلون إليكم في اليوم الفلاني، وقد ضاع منهم بعير ولقيه فلان، وعندما يصلون يقدمهم جمل آدم له غرارتان. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ قالوا: نعم، ننتظر. فانتظروا، فإذا هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا الإنسان الذي يريد الحق وهو متبع للحق، إذا وجده ألا يتابع؟ ألا يشهد أن لا إله إلا الله وأن هذا رسول الله؟ لا شك أن الأمر واضح جلي. ولكن ما أين الموفق؟ أين الإنسان المتجرد الذي يريد الحق أيا كان مرسل هذا الحق؟ أين هذا الإنسان؟ أترون ما الذي وقع؟ الذي وقع قريب من العكس، وذلك أن بعض من أسلم شكه فيها بعد هذه الحادثة. يعني كيف؟ لا، صعبة هذه، قوية كما يقولون، لا يمكن أن يحدث مثل هذا الأمر.
فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءوه بعد أيام وقالوا يا محمد أنت نبي؟ قال نعم. قال أرنا آية. كأنه إلى الآن لم يرهم آية. قالوا أرنا آية. قال ماذا تريدون؟ قالوا آية. قال أرأيتم لو انشق القمر نصفين؟ قالوا أو تفعلها؟ قال نعم. أتؤمنون؟ قالوا نعم. هذه نعم نؤمن. فدعا الله تبارك وتعالى فشق لهم القمر نصفين حتى رأوا فلقتي القمر بينهما جبل أبي قبيس. أوف. ما هذا؟ شق القمر نصفين. فقال بعضهم والله إنه نبي فعله، وقال آخرون والله إن هذا لساحر، كيف شق ساحر كيف شق القمر؟ فقال بعض عقلائهم إن كان سحركم فإنه لا يمكن أن يسحر جميع الناس. قالوا وماذا تقصد؟ قال اسألوا السفار إذا قدموا ما أعظم ما رأوا في سفرهم هذا، إن كانوا رأوا القمر انشق نصفين فما سحركم، وإن كانوا لم يروا ذلك فقد سحركم. قالوا نعم الرأي. هم طيبين هكذا نعم الرأي لما تبدأ الآراء، لكن لما تجي الصجية تتغير الأمور. فجاء السفار فقالوا لهم ما أعظم ما رأيتم في سفركم هذا؟ قالوا في ليلة كذا انشق القمر نصفين. فقالوا ماذا؟ قالوا لقد جاء بسحر عظيم، سحر السفار، وصل سحره إلى السفار إلى المسافرين. فأنزل الله تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، مستمر يعني قوي، سحرنا وسحر السفار. وهكذا صدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. صور واحد غير النبي صلى الله عليه وسلم يحدث له مثل هذا الأمر والصد والند والعناد والكبر، يعني قد يمال قد ييأس. أبدا أبدا، حياته للدعوة صلى الله عليه وسلم. هذه المطبات والعثرات التي تكون في الطريق لا تمنعه من الاستمرار في طريقه صلوات ربي وسلامه عليه، وفعلا استمر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. شهر تشيد به الدنيا برمتها على المنائم من عرب ومن عجم، أحيا بك الله أرواحا قد انتثرا في تربة الوهم بين الكأس والصنم.